الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم ونبارك على النبي الأمين قادر المحجلين من يمين باب أمي صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين. ده سؤال سيب الكل لمشاهدة ومتابعي القناة، وأشوف في تعليقكم الإجابة. عارفين كلنا إن الصلوات كلها فيها تشهدين، التشهد الأوسط والتشهد الأخير، ده موجود في كل الصلوات صح كده؟ ما عدا صلاة الفجر تشهد واحد، أما الظهر تشهدين، العصر تشهدين، المغرب تشهدين، العشاء تشهدين. السؤال، هل في صلاة ممكن أقول التشهد فيها 4 مرات؟ وإزاي؟ ده سؤال قناة اعرف دينك لكل حبايبنا وكل أحبابنا اللي بيشوفونا دلوقتي. السؤال لكم كلكم، هل هناك صلاة يقول فيها المسلم التشهد 4 مرات؟ ولو قلت لنا الصلاة دي هي صلاة ايه، تشرحوا لي ازاي، يعني اعمل ايه؟ انا ممكن فعلا يبقى في صلاة فيها 3 تشهدات، لو انا مثلا دخلت في صلاة الظهر مثلا على التشهد الاول، ما انا كده ما صليتش الاولى والثانية، دخلت التشهد الاوسط اهو، فيبقى كده التشهد مش محسوب. بعد كده صليت الركعة، جبت بعد كده الركعة اللي بعديها أصبحت ليا الركعة الأولى هي الثالثة للإمام، الركعة الرابعة أصبحت هي الثانية ليا ومعهم التشهد، وبعد كده أقول التشهد في الركعة برضه، ده 3 تشهدات. لكن في صلاة فيها التشهد 4 مرات؟ السؤال ده لك يا أبي ولك يا أخي ولك يا ولدي ولك يا أمي ولك يا أختي ولك يا ابنتي، وأستنى منكم الرد في التعليقات، وهتابع بنفسي إن شاء الله بإذن الله. خلينا نتعلم في ديننا اللي غايب عنا، خلينا نعلم كل أحبابنا، ودي معلومة مهمة جدا جدا جدا، في ربما كتير من الناس ما يعرفوهاش، وربما ممكن يدخلوا في الصلاة ما يعرفوهاش برضو. فعشان كده مهمتنا إن أنا وإنت نعلم بعض، وإن أنا أتعلم منكم، لأن أنا فعلا بتعلم منكم من خلال تعليقكم. ربنا يحفظكم يا رب العالمين، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في الجنة، لي بحبكم في الله، فأسأل الله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأستناكم في التعليقات الرد على السؤال ده، بحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.